دبابتان سوريتان وما لا يقل عن 100 عنصر من الجيش السوري دخلوا عند الرابعة من عصر الثلاثاء منطقة خربة داوود التابعة عقاريا لبلدة عرسال الحدودية في البقاع الشمالي، والتي تبعد نحو 10 كيلومترات عن محلة عين عرب السورية الحدودية. هذه القوى العسكرية وبحسب شهود عيان أطلقت النار على منزل يملكه المواطن زهري الجباوي، ما أدى إلى خلع بابه وتحطيم بعض الموجودات. وبحسب الشهود الذين تابعوا العملية عن بعد، فالجنود دخلوا المنزل وعبثوا في محتوياته. شفنين عمي نحن ننظر عليهم من بعيد بالنظور، حملوا بال 66 من البقع اللي بيجمعوا فيها حديد والجماعة، حملوا مولدات مازوت وشراءات، عم ننظر عليهم بالنظور نحن، وضلوا شي ساعتين وفلوا. أهالي عرسال يؤكدون أن دخول الدبابات السورية تكرر في الأيام الأخيرة رغم مناشدتهم القوى الأمنية وإبلاغهم عن هذا التجاوز، فيما يؤكد آخرون أنه الرابع منذ 10 أيام. وأنا ما بطالب الدولة السورية، أنا أولا بطالب فخامة رئيس الجمهورية، وثانيا دولة الرئيس بري، ثالثا دولة الرئيس ميقاتي، ثالثا السيد حسن نصر الله اللي هات قسمين يمين إنه يحمي الشعب، يحافظوا عن شعبهم، وإذا لا ما فيهم المفروض نعرف نحن لمين بنلتجئ. لم يعرف حتى الآن هدف أو سبب توغل الدبابات السورية، لكن المؤكد أن هذه التحركات خلقت جوا من الخوف والتوتر لدى الأهالي، ما دفع بعضهم إلى هجم منازلهم.